السلام عليكم، معكم محمود من قناة روا لايف، وحلقة جديدة النهاردة وموقف طريف حصل ما بين الرئيس الروسي بوتين والرئيس الأذربيجاني إلهام أليييف. مش هحرق لكم الموقف ونتفرج عليه، وبعد ما نشوف الموقف نحكي مع بعض أو احكي معاكم شوية. نشوف مع بعض. إيدكم مبارك، إيدكم مبارك، إيدكم مبارك. عيدكم مبارك. هذه هي الجملة التي استهل بها الرئيس بوتين لقائه مع إلهام أليييف رئيس أذربيجان بيبارك له بالعيد، ولكن دي باللغة العربية. إلهام أليييف بيكلم اللغة الأزرية، لغته القومية واللي المفروض بنقول فيها كوربان بايرامي مبارك أولسون، وهو ده التعبير المتداول في أذربيجان. ولكن الرئيس الأزاري فهم، لأن ده تعبير عالمي دولي، و فهم التهنئة وبارك للرئيس بوتين. поздравить всех мусульман России с праздником Гурбан Байрам.